السلام عليكم. الفيديو ديالنا اليوم غادي نديروه من المملحات ديال رمضان ان شاء الله. احنا دابا كنستعدوا لرمضان وكنديروا دابا البروفات التجارب. انتما كديروا التجارب وانا كندير التذوق. التذوق وكتفاليدي ليا واش غادي يجي صح ولا ما دايزاش. دابا هادي غادي تكون دايزه. دايزه الكلام. صافي هذا قيدوها. فيها شي حار، انا لقينا شي حار في مراكش ويعاد. ياك. رد صحابنا عاش. دابا هذه الوصفة قيدوها من الوصفات اللي غادي ديروها في رمضان. واش وصفة موثوق منها؟ يلا مرحبا بكم، شاهدوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الوصفة. واللي كيشاهدنا أول مرة يشارك في القناة، مرحبا بكم، بسم الله، حتى أنا غادي نذوق. يلا بالصحة والراحة. السلام عليكم. غادي نبداو في مملحه رمضان. المملحه ديالي اليوم او الوصفه اللي غادي نستعمل معكم اليوم هي عباره عن ديرين او دي سيغار اللي غادي يكونوا بالخضر والدجاج. الخضر اللي غادي نستعمل انا درت هنا البنجان، خيزو، القرعه خضراء، الفطر، الفلفله حمراء حلوه، الفلفله خضراء حلوه، البصله، الفلفله حاره طبعا. كلشي هاد الخضر قطعتهم طوليا. ممكن تحيدوا شي نوع من الخضر ما كيعجبكمش او تزيدوا نوع اخر، كيبقى لكم كامل الاختيار. عندي صدر ديال الدجاج اللي قطعته كذلك طولي، والشعريه الصينيه اللي رطبت في الماء سخون مع صلصه الصويا والملحه. غادي نبدا في الطهي ديال هاد الحشوه، وفي نفس الوقت غادي نقول التوابل اللي غادي نستعملوا. هاد الخضر انا غادي نشحرهم، ما غاديش نطيبهم في الماء. غادي ندير شويه زيت الزيتون او زيت المائده، معلقه ديال الثومه، كتبقى الكميه على حسب الكميه ديال الخضر اللي درتو. نشحر مزيان. اول حاجه ندير البصله، الملح الكافيه، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال البزار. بغيت هاد البصلة تدبل وطيح، نغطي عليها ونخليها تعرق شوية وتدبل. دابا نزيد عليها الدجاج اللي بغيتو يطيب مع هاد البصلة ومع هاد الثومة ومع هاد التوابل. هذا أزير اللي قطعت رقيق، بغيت نزيدو على الدجاج. دير كيتواتا مع الدجاج كيبننو ويعطينا واحد النكهة مميزة في هاد لي سيغار مع الخضر. نغطي ونخلي الكل يطيب. الصدر ديال الدجاج راه دغيا كيطيب. وغادي نحيدو من المقلة، نكبو في صحن اخر. ونكب في نفس المقلاة غادي نطيب فيها الخضر. نخلي هاد الدجاج جانبا، هانتوما تبل طاب مزيان. نفس المقلاة نزيد فيها شويه الزيت، زيت الزيتون او زيت المائده. باقي عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الثومه. الخضر كاملين غادي نزيدهم. الخضر حتى هما راه دغيا غادي يطيبوا لانني قطعتهم رقاق، وفي نفس الوقت بغيتهم يبقاو مقرمشين. راه الا ولفتو انا ديما كنبغي نخلي الخضر شويه مقرمشين، ما طيبينش بزاف باش حتى يذوبوا باش تبقى المنافع ديالها. نغطي على الخضر ونخليها تعرق وترخى. الخضر هي بدات كتدبل بشويه، الملحه الكافيه، معلقه صغيره سكينجبير، نص معلقه ديال البزار لان فيها الفلفله حاره. اللي بغى يزيد ضماد البنه كيبقى ليه الاختيار.
نعاود نغطيو ونخلي الخضر تغطي. كي جاتكم هاد الالوان ماشي رائعه؟ الخضر صافي، هاد القياس راه مزيان. هنايا تعزل ليا المرق من الدجاج، غادي نزيدو باش ينسم ليا هاد الخضر مزيان. غادي نزيد شويه ديال صلصه الشنجه، ممكن نستغناو عليها ماشي ضروريه، او صلصه النيوكمام. انا ملي غادي ندير الشعريه الصينيه بغيت نزيد هاد الصلصه كذلك. الا لاحظتوا راه ما كاينش المرق في القلعه، شفتوا؟ بغيت هاد الحشوه تكون ناشفه، ما نحتاج كاع نسقطرها. الحشوة طابت غادي نطفي عليها. من بعد ما الشعرية تسقطرات نقطعها بالمقص، ماشي رقيقة بزاف، المهم تقطع شوية طولية باش تجي بحال الشكل ديال الخضر كيف قطعتها. نزيد الشعرية على الخضر كمية الكافية، كاين اللي كيبغي الشعرية تكون كثيرة وكاين اللي ما كيبغيهاش كثيرة، انا ما كنبغيش نكثرها بزاف. نخلطها، نزيد عليها كذلك هذا الدجاج اللي طيبت من قبل. دابا الدجاج حطاه بالمذاق ديالو والخضر كذلك بالمذاق ديالو، داكشي باش كنعزلو ما نطيبهمش في نفس الوقت باش ما يتغربش ليا الخضر على الدجاج، كل حاجه نتنسموها بوحدها. ودابا نخلطو كلشي. من بعد ما خلطت الحشوه نخليها تبرد تماما، الا كان فيها شويه المرق نديروها الصفايط تسقطر. كانت ناشفه راه مزيان، المهم نخلوها تسقطر مزيان. عاد غادي نزيد ليها الاجبان، عندي انا هنا الجبن الاحمر والموتزاريلا، تقدروا ديروا واحد الشكل الا بغيتوا. الجبن الاحمر كيعطينا المذاق والموتزاريلا كتعطينا التعليكه، ولكن ما غاديش نزيدهم دابا حتى تبرد الحشوه، ما بغيتهمش يذوبوا ليا من دابا، يبقى الجبن شاد راسو حتى نبغيو نطيبوا البريوات ديالنا او لي سيجار ديالنا، عاد يبداو يذوبوا في الداخل الحشوه. الحشوه هي بردات، خليتها بردات تماما. عاد غادي نزيد ليها الاجبان، انا درت هنا الموتزاريلا والفرماج الاحمر باش يعطينا المذاق والتعليكه كذلك. ديروا الكميه اللي كافياكم، المهم ديك الكميه واخا غير قليله راه كتبنن لينا الحشوه، وكتخلي هاد الفرماج حتى يكون كنطيبو، حتى نكونو كنطيبو لي نيم ديالنا، عادي يبداو يذوب في الداخل ديالها ديال الحشوه، وعطينا ديك التعليكه وداك المذاق المعروف ديال الاجبان. نخلط الكل مزيان ونبداي انا في الحشو ديال لي سيجار. هنا بغيت نستعمل ورق الفيلو او ورق البسطيله، بغيت نستعمل انا ورق الفيلو. بسم الله، كندهنو بالزيت ضروري، ولكن كنخلي انا هذه المنطقه ما كندهناش باش ندير فيها، ندهنها بالدقيق اللي مخلط بالماء باش نلصق بها. نهز كمية، بسم الله. أنا درت هاد لي سيكار درتهم شي شوية كبار، نحاولو نقدو الحشوة يكون فيها اللحم ويكون فيها جميع الخضر. كنتني أنا من الجناب هو الأول، أنا راه خصني نعاود ندير ليه العجين باش يلصق ليا. بسم الله، ونبدا نلوي وانا كنجمع. نحاول نلصق كاع دوك الجوانب ديال هاد الورق الفيلو باش ما تحلش ليا الا كنقليها او كنطيبهم في الفران. صافي، ها هي السيجار. غندير ورق اخرى، ورقة أخرى
هنا كندهن بالزبده والزيت مخلطين بجوج. ندهن بالدقيق مع الماء، ونلوي بهذه الطريقة. صافي، وها السيكار ديالي واجد صافي، ونعمرهم كل شيء بهذه الطريقة. ها هما، نكمل انا الحشو ديال لي سيكار ديالي ونرجع لكم. لي سيكار ديالي هاني وجدتهم دابا، غادي شو درتهم نيت كبار لكم باش الشفاطه كل وحده وفوالا. تبارك الله، هكا بغيناهم ماشي صغيورين، مهورين. دابا عندنا الاختيار، اما نقليوهم ولا نديرهم في الفرن. كيفاش تقليو؟ مازال ما كملتش الهضره ديالي. لا 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 لا، ما كملتش الهضره. عندنا الاختيار، غالبيه هو الا دخناهم الفران كيجيو صحيين اكثر. ايوا حنا بغيناهم صحيين. وفي الفران وفي المقله كيجيو مقرمشين اكثر. واش عرفتي الزيت فين وصلت ولا لا؟ ها؟ عرفنا كل شيء حطيتو ما كيش هيجي. شوف الله يرحم الوالدين، هذا عاد دهناهم شي شويه ديال اللي دار من الفوق وخلوهم الفران. يا هذا بدا ندوز كل شيء غير الفران الفران الفران. ما كاينش الفريت في الفران. وصافي هنيتو ليت انا مزيان، وانا هنيتو ليت انا. ما تقول لي كل ساعه جيب فيديو ديال الزيت. صافي غادي انا غادي ندهنهم دابا وندخلهم. يلاه على بركه. ها هي المقله ديال الطاوه ديال الفرن. ها هي ياك هي الاولى. هي ما تعاود. نسخنوا الفران على 180 باش يتقمشوا لينا دغيا. ما نحتاجوش نخليهم يبداو يقصعوا، لان كلشي اللي داخل راه طيب. ولكن هاد ولكن هاد القشرة ديال الفيلو كتبقى دهنها مزيان. لا دهنوها مزيان. لي سيكار هما كلهم دهنتهم، واخا ما صورتش هاد اللقطة، المهم دهنتهم هاديك الزيت والزبدة اللي شاطت ليا. غادي نسخن الفران على 180 درجة وندخلهم يطيبو حتى يتحمرو ويشدو داك اللون الذهبي. واو، ما المملحات ديالنا اللي بالخضر والدجاج من بعد ما طيبتهم على 180 تقريبا 20 او 25 دقيقة على حسب الفران ديالكم. الشيف واش غادي نديرو شي دواقة ولا لا؟ ولا بدا هي الأولى. هاد السيكار تبارك الله، تبارك الله، بسم الله نهورين. يلا اللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة، ينقر على الجرس يوصلو الجديد. حطوا إعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، وديروا التطبيقات. حاضرين ها؟ ياك الحار تهليت فيه ياك؟ نعم، يعطيك الصحة. يلا ضروري تحضرهم، عندي هما كيجيو وكتكون فيهم ديك التعليكة من الداخل، حيت الفرماج يلا كيدو. يلا بالصحة والراحة.